النهارده برضه ما تقلقش، هشرح انا الانفرتر النهارده ماشي بالتفصيل. القصه دلوقتي في الدايره اللي قدامي دي، الدايره اللي قدامي دي انت عشان تعدي الهاف سايكل كامله يبقى لازم تبدا بالفا زيرو وتيجي هنا تبدا بالالفا 180 بحيث تعدي لي البوزيتيف هاف سايكل وتعدي لي النيجاتيف هاف سايكل، تعدي لي البوزيتيف والنيجاتيف. فانت اذا الالفا تساوي زيرو دائما في السنجل فيز اي سي باور كنترول، فهتلاقيك بتعدي مجموعه من السايكل وتقفل مجموعه من السايكل. لو افترضنا ان عدد الكونكتد سايكل وليكن ان وعدد الديسكونكتد سايكل ام، يبقى منطقي البريودك تايم بتاع الدايره دي كام؟ هيبقى ان زائد ام في 2 باي، لان هي كل 2 باي هي بتتكرر كل قد ايه؟ كل لو دايره زي اللي قدامنا دي ادي باي ادي 2 باي وادي 2 باي وادي 2 باي، فهي بتتكرر كل 6 باي صح ولا ايه؟ كل 6 باي هالشكل هيتكرر، كل 6 باي اللي هو ان زائد ام في 2 باي، ان ب 2 وام ب 1 في 2 باي اللي هي 3 في 2. طيب يبقى اذا كان الكونكتد ان والتوتال سايكل ان زائد ام، لو قسمنا الان على الان زائد ام بيطلع حاجه اسمها كي بنسميها الديوتي سايكل، اللي هي عدد الكونكتد سايكل على عدد الكونكتد والديسكونكتد ايه سايكل. طيب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني لو انا عايز احسب قيمه الفي اوت بوت قيمتها كام. هلاحظ ان الفي اوت بوت ما هي الا 1 على تي تكامل من 0 ل 2 باي في ام سكوير ساين سكوير اوميجا تي. طيب الكلام ده لو انت بتكامل عادي، لكن انت بتكامل على 6 باي، فالمفروض البريودك تايم بتاعك يبقى 6 باي او ان زائد ام في 2 باي، وسعادتك هتكامل من 0 ل 4 باي او تكامل من 0 ل 2 باي مضروبه في عدد السايكل اللي هم 2 او اللي هم ان. فعشان كده يبقى التكامل ان في ام سكوير على ان زائد ام 2 باي تكامل اللي احنا عارفينه. ما تحسب الكلام ده وتمشي في الدريفيجن هيطلع الفي اوت بوت بيساوي جذر كي في الفي اس، يعني قيمه الفي اوت بوت هي قيمه الفي اس مضروبه في حاجه اسمها جذر كي. جذر كي ده في الاساس هو جذر عدد الكونكتد سايكل على عدد الكونكتد زائد الديسكونكت. طيب لو سعادتك عايز قيمه الاي اوت بوت هتبقى في اوت بوت على اه. طيب لو عايز قيمه الاي ساي ريستور بنفس الاسلوب. ماله الاي ساي ريستور؟ الاي سايرستور انت عندك سايرستور واحد بيشتغل في البوزيتيف هاف سايكل وسايرستور اثنين بيشتغل في النيجاتيف هاف سايكل، فانت نفس التكامل اللي انت عملته فوق هتعمله تحت، بس مع اختلاف ان سعادتك ال هتكامل من زيرو لباي بس، فهيطلع ان الاي تي بيساوي جذر كي على اي ام على 2. طب لو عايز الباور فاكتور، الباور فاكتور هيساوي في او المفروض الباور على الاس اللي هي في اوت بوت في الاي اوت بوت على في اس اي اس، الاي اوت بوت هو الاي اس هيبقى في اوت بوت على في اس، هيطلع الباور فاكتور بجذر كي. لو لخصنا الكلام ده هلاحظ ان الفي اوت بوت هتساوي في اس في جذر كي، باور فاكتور هو جذر كي، الاي اس هو الاي اوت بوت، الاي سيرست هو اي ام على 2 جذر كي، مفيش دايود في الدايره دي، البيك انفرس فولتج هو الفي ام. طب سعادتك تحسب الاي ام منين؟ الاي ام هو في ام على اه. طب تحسب الاي ام الفي ام منين؟ الفي ام هي في اس في جذر 2. يبقى انت اذا في الدايره دي تقدر تحسب كل البارامتر. واضح ان الدايره دي بتلعب على الباور فقط، ما تلعبش على جهد، ما تقدرش تستخدمها في حاجه تعتمد على الجهد. علشان كده ايه الحاجه اللي انت ما يهمكش فيها الجهد ويهمك فيها الباور؟ هي الهيتنج التسخين. فالدايره دي عاده بتستخدم في التسخين ده اولا. تاني حاجه الدايره دي لو انت بتشتغل على موتور، الموتور ده الانيرشيا بتاعته عاليه، ده على كل ما هتيجي تفصل الانيرشيا بتاع الشافت هتدور الشافت، على ما يجي الشافت يفكر يقف هيكون جات له السايكلز الجديده. فعشان كده الميثود دي ابلايد في الهاي ميكانيكال انيرشيا اللي هي المواتير الكبيره والهاي ثيرمال تايم كونستانت ابلكيشن. طيب هل ينفع دايره زي دي تستخدم في الاضاءه؟ لا، لانك انت في فترات انت هتبقى اوف فاللمبه هتطفي فيها ولما وفترات اون لما هتيجي فيه، فبالتالي هيبقى فيه فليكرز، فبالتالي الدايره دي نوت سيتابل فور فريكوانسي فيلامنت لامبس ولا في المواتير الصغيره. ليه؟ لان المواتير الصغيره هتحس لان الانيرشيا بتاعتها ضعيفه، فاول ما هتفصل عنها الكهرباء هتقف بعد فتره زمنيه قليله، فبالتالي على ما تيجي الفتره الجديده هتكون وقفت فهيحصل فلكتويشن تور. الدنيا واضحه يا شباب في الاي سي باور كنترولر ده؟ شباب
سامعيني؟ ايوه يا دكتور تمام. التيبل ده لو جيتوا تشوفوه عشان ما تقولوش صعبه في الحفظ، الفي اوت بوت بتساوي في اس في جذر كي، الباور فاكتور جذر كي، الاي سيريستور اي ام على 2 جذر كي، مفيش مشكله في حفظه، تخيل ده مش صعب ولا ايه؟ واخدين بالكم من الباور ايوه فاكتور بيساوي جذر كي ده؟ يعني كل ما سعادتك تلعب في عدد السايكل الكونكتد والديسكونكتد تلاقي الباور فاكتور بيتغير، مع ان اللود ريزيستيف، يعني ما هو ريزيستيف لود لكن الباور فاكتور بيتغير. احنا اتكلمنا في النقطه دي قبل كده، قلنا ان ادام في تقطيع في الدايره فانت بتتعامل مع الفاندمنتال كومبوننت، فما بتيجي تطبق الفروج سيريز على الحاجه المتقطعه بيطلع الفاندمنتال شيفتد عن المين بزاويه معينه، هي دي اللي بتعمل لك الباور فاكتور. وان موضوع التقطيع ده زي ما بيعمل هارمونيك هو كمان بيسوق الباور فاكتور. طيب النوع الثاني بقى اللي هو الاي سي فولتج كنترول، يعني اول حاجه الاي سي باور كنترولر ده باور. الاي سي فولتج كنترولر قال لك ده نوعين، سنجل فيز وثري فيز. خلينا نشتغل على السنجل فيز بس، بلاش الثري فيز، مش مع ان رسوماته مش موجوده بس مش هتعرض لها، هتعرض للسنجل فيز ونفهم الكونسبت بس. السنجل فيز فيه نوعين، فيه هاف ويف وفول ويف. طيب لما نيجي للسنجل فيز هاف ويف هلاقي عباره عن ايه؟ هلاقي نفس فكره الدايره اللي فاتت بس سيرستور باك تو داي. السيرستور هيتحكم في مرور البوزيتيف هاف سايكل ويتحكم فيها عن طريق الفا. الدايود هيعدي لي النيجاتيف هاف سايكل من غير تحكم لان هو ما بيقدرش يعمل اي نوع من انواع الكنترول، فالسايكل بتبقى عامله كده. ده الفولت وتيار الاي اوت بوت، وهلاقيه بيتكرر كل زمن 2 باي لكن حدود التكامل من الفا ل 2 باي. الاي سيرستور هو الجزء اللي من الفا لباي، الدايود من باي ل 2 باي. لو حبيت امشي نفس الديريفيشن اللي فات هلاقي سعادتك هتكامل 1 على 2 باي تكامل من الفا ل 2 باي، هيطلع الكلام ده بيساوي علاقه بالشكل اللي قدامنا ده. الاي سيرستور هتمشي نفس العلاقات، نفس العلاقات اللي هتمشيها هتيجي في الاخر تلاقي نفس التيبل بتاع الدايره اللي فاتت، بس كان في اوت بوت بتساوي في اي في جذر كي. هنا بقى في معامل تاني اسمه 1 ناقص الفا على 2 باي زائد ساين 2 الفا على 4 باي، هو ده جذر المعامل ده. الباور فاكتور هتلاقيه جذر نفس المعامل. الاي سيرستور هو اي ام على 2 جذر نفس المعامل، بس هشيل 2 من المقام من هنا وهشيل 2 من الاربعه دي تبقى 2، هلاقي نفس التيبل اللي فات بس شلت جذر كي وحطيت مكانه معامل اخر. ماشي؟ فهي نفس القوانين هي هي. المشكله في الدائره دي في ايه؟ انت اقصى الفا ممكن تتحكم فيها تبقى كام؟ انت الفا ممكن تحطها بزيرو، ب 10، 20، 30، 40. السيرستور بيتحكم في البوزيتيف هاف سايكل كامله، يوم ما تقول ان انت هتعمل اوف تحط الفا بكام؟ شباب سامعيني يا شباب؟ سامعيني يا شباب؟ ايوه دكتور سطوان. طيب ما احب اعمل اطفي الويف فورم كامله، انا احط الفا كام؟ حط الفا ب 180 يا شباب، هو محتاجه دي؟ هو انا لما احط الفا بزيرو معناها ان الهاف سايكل هتعدي كامله، طب ما احط الالفا ب 180 معناها ان الالفا الويف فورم مش هتعدي خالص، مش انا بتحكم في بوزيتيف هاف سايكل؟ انتوا سامعيني؟ بس ردوا عليا عشان اتاكد انكم سامعيني. تمام يا دكتور مع حضرتك. طيب ما ردوا عليا بس عشان افهم. تمام ان انتوا سامعين مفيش مشاكل. طيب معنى ان الالفا ب 180 درجه لو سعادتك عوضت بيها هنا هتجيب لي الفا ب 180، هتجيب لي اقل في اوت بوت انت هتجيبها، ولو عوضت عن الفا ب 0 تجيب لي اعلى في اوت بوت انت هتجيبها. لو عوضت عن الفا ب 0 هيطلع الفي اوت بوت بتساوي في اس، لو عوضت عن الفا ب 180 هنا هتطلع الفي اوت بوت بتساوي في اس في
جذر نص. جذر نص ده اللي هو واحد على جذر اتنين بسبعين في المية اللي هو بوينت سبعة او سبعة. هتلاحظ ان انت عشان الطريقة دي عشان تقدر تتحكم في شكل الاوتبوت اللي خارج هتتحكم من سبعين لمية في المية. بمعنى ان انت لو عندك الاي سي فولتج بتاعك مية فولت رينج التحكم بتاعك من سبعين لمية. طب ليه؟ لان الدايود اللي هو واخد النيجاتيف هاف سايكل انت بتقدرش تحكم فيه, انت بتحكم في هاف سايكل واحدة بس. فالطريقة دي مشكلتها ان هي سيوتابل للو باور ابليكيشن. ليه؟ لان المدى اللي انت بتتحكم فيه مدى ضعيف جدا. والدائرة دي يطلق عليها يوني دايركشنال كنترولر. ليه؟ انك انت بتتحكم في البوزيتيف هاف سايكل فقط. عشان كده بدأوا يفكروا ان هم بدل ما يحط دايود في يعني بدل ما هو سيريستور باك تو دايود قالك طب ما احط سيريستور باك تو سيريستور. فعشان كده كان النوع دي طبعا دائرة الثري فيز مش هنتعرض لها. جاء يتحكم في نوع بقى الباي دايركشن اللي هو حط سيريستور باك تو سيريستور وبدا يقطع في البوزيتيف هاف سايكل وفي البوزيتيف وفي النيجاتيف هاف سايكل, يقطع في الفا هنا والفا هنا. فما بدا يقطع في الاثنين بدات حدود التكامل تختلف, بدا ان الحدود التكامل من الفا لباي ومن الفا زائد باي لاثنين باي او يضرب في اثنين في الفا زائد باي. عشان كده راح ضارب في اثنين من الفا لباي في ام سكوير وبدا يستنتج العلاقات بتاعتها. ماشي, وصل للعلاقات لايه؟ ان الفي اوتبوت بيساوي في اس جذر معامل والباور فاكتور جذر نفس المعامل والاي سيرست هو اي ام على 2 جذر نفس المعامل. المعامل ده هو ده كان المعامل الثالث في العلاقه اللي فاتت اللي هو كان شايل 2 من مقام من هنا و2 من مقام من هنا. ماشي, المعامل ده لو سحبتك حطيت الالفا فيه ب 0 والالفا فيه ب 180 هتلاقي رينج التحكم من 0 ل 100%. عشان كده الطريقه دي الاكثر استخداما. ليه؟ لانك انت بتقدر لو عندك 100 فولت تقدر تتحكم من 0 ل 100, فبالتالي انت عندك قدره على التحكم وبتقدر تتحكم في البوزيتيف هاف سايكل والنيجاتيف هاف سايكل. فالطريقه دي بيطلق عليها الباي دايركشنال كنترولر. علشان كده دي دايره الثري فيز بتاعتها مش هتهمني. علشان كده بيطلع التيبل ده في الاخر. هل التيبل ده صعب في الحفظ؟ لا. في اوتبوت بتساوي في اس في جذر معامل, الباور فاكتور جذر نفس المعامل, الاي سيريستور هو اي ام في جذر نفس المعامل. المعامل هنا في 2 في المقام ما عدا الاي سيريستور. المعامل ده هو اللي موجود في الثلاثة بتاع الباي دايركشنال. البيك انفرس فولتج واحده للكل. الاي دايود ما بيبانش غير اي ام على 2 في اليوني دايركشن لان دي فيها دايود. واضحه يا شباب؟ تمام يا دكتور. سهله في حفظها؟ سهله. المحاضره دي هيجي سؤال على الجدول ده. ماشي؟ تمام. وهيجي سؤال عن نظري طبعا اللي احنا قلناه. فانت بتتكلم مثلا في 23 سلايد شيل منهم السلايد بتاع الثري فيز, فانت بتتكلم في الاخر في حوالي من 15 ل 20 سلايد. طبعا شيل الاثباتات كمان, انت مش محتاج الاثباتات. هتلاقي نفسك في الاخر بتتكلم في 15 سلايد هيجي عليهم بلط في الامتحان لان ده بيمثل شابتر 5 بالكامل. لو رحت للشيتات هتلاقي الشيتات شيت 5 عباره عن 6 مسائل. اول 4 مسائل دول على الاندكشن على سوري على الاي سي فولتج كنترول كلهم بيتحكم في التيبل اللي قدامنا ده. مساله على النوع ده, مساله عن النوع ده, مساله عن النوع ده. المساله الاخيره مساله ديزاين بسيطه جدا. بقول لك عندي موتور وعايز اعمل له دايره ومديك معلومات عن الموتور وبالتالي عندك الفي اوتبوت وعندك السبلاي وتقدر تحسب السيرستور اللي هتستخدمه. هي مسائل 4 مسائل. ونسبة النظر بعد ما احنا قلنا نسبة النظر المفروض 30% 30%, لكن هنحاول نزودها شوية. تمام ماشي. في مشكلة كده لحد دلوقتي يا شباب؟ لا تمام كده دو. طيب انا هقفل الريكورد لحد كده عشان ده يبقى جزء الشابتر على بعضه. ماشي.